اطرت المدير العام للامن الوطني ممثله في امن الجزائر مخطط امني استباقي خاص يعني بشهر رمضان. شهر رمضان المبارك يعني نعرف انه لديه خاصيه يعني مميزه وهي يعني كذلك توافد العائلات او يستقطب كذلك توافد العائلات خاصه يعني في الفتره التي ما بعد الافطار يعني الفتره الليليه. المصلحه الولائيه الامن العمومي لديها فرق خاصه بالرادار، المهام التي تقوم بها هذه الفرقه لي يعني مناهضه هذا السلوك اللاحضاري. مصالح يعني مختصه، مصالح يعني احترافك يعني المواطنين على مستوى الطرق على مستوى الحواجز، يعني تقدم لهم نصائح تقدم لهم ارشادات، يعني هذا في الجانب الاول. يعني اما الجانب الثاني هو دائما جانب يعني وقائي ردعي من خلال المعاينه الميدانيه للجمله من المخالفات الخطيره، من بينها تجاوز السرعه المحدده، المناورات الخطيره، التجاوزات الخطيره. اليوم رانا في سهره رمضانيه، صحه رمضانكم دابور حفطوركم. دونك رانا متواجدين على مستوى الاحياء مدينه الجزائر، لاحظنا انه فيه يعني عائلات اللي راهي تمشي اون بلان سيكوريتي وراهي مامنه من خلال يعني الشرطيين اللي راهم على مستوى مختلف الطرقات. واش تقدر تقول لنا انت في هذا؟ واش نقدر نقول لك؟ شوفي سي ابار ما تكونش الامن، واحد ما يقدر يسيركيلي الا سيرتو دون لو جور عبك مع الظاهره تاع المخدرات، الظاهره تاع الكاشيات، الظاهره كذا، انسان ولا يخاف يمشي. لو كان ما كاش لا سيرتي ناسيونال اي لا جوندارميري رجال سلك الامن اون جينيرال ما تقدرش تركلي الاز. انت اون طونك فام تمشي في الليل، سا راك تشوفي لي فامي يمشي، سا سي تري امبورتون. الناس تصوم تخرج تسهر، سي تري امبورتون. قلنا بلي راك تلاحظ في دوريات يعني راجله ودوريات راكبه، رانا نشوفوا في سيارات تاع لا سيرتي ناسيونال دوكا راهي بارتو. شوفي تبداها من الطرف للطرف دون تو لي كوان، يا ان باراج يا دي بوزيسيون يا كاين الامن الحمد لله. محطة أرسل أرسل عندك سيارة المشار إليها بولو بيضاء اللون يعني مستوية متواجد داخلها كمية معتبرة من المهلوسات، ظاهريا تبدو مهلوسات، وكمية معتبرة من الأموال تعتبر يرجح أنها من العائدات تاع السموم هذه. أنا حاول كلش المصلحة، حاول كلش المصلحة. واصل في الحين. في إطار عمليات الشرطية التي تقوم بها المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر ضمن المخطط التأميني الخاص بشهر رمضان الذي يرمي إلى الحفاظ على المواطن في نفسه وممتلكاته وكذا محاربة الجريمة بشتى أنواعها عليه، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيد محمد من الإطاحة من جماعة إجرامية منظمة تنشط في المتاجرة في المؤثرات العقلية، التخزين، الشحن والنقل. قضية الحال تعود إلى معلومة وردت إلى ذات المصلحة مفادها وجود 4 أشخاص مشبوهين على متن مركبة، عليه تم وضع خطة أمنية وترصد المشتبه فيهم ليتم توقيفهم في حالة تلبس. المشتبه فيهم 4 تتراوح أعمارهم ما بين 26 43 سنة، ينحدرون من شرق البلاد مسبوقين قضائيا مع ضبط وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية يقدر عددها 8640 كبسولة مؤثر عقلي تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. وبعد تمديد الاختصاص القضائي تم ضبط وحجز مبلغ مالي ما يقارب قيمته 70 مليون سنتيم جزائري من عائدات الترويج، مع استرجاع مركبتين سياحيتين المستعملة في نقل هذه السموم و6 هواتف نقالة. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية
سيتم تقديم المستبى فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا. زاير تيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.